نتواصل أيضا، موجود نتواصل مع سعادة محمد صالح مدير عام الاتحاد للمياه والكهرباء لنتعرف من خلاله على بعض الأسئلة، وخاصة ما يتعلق أيضا التغيرات الحاصلة على أسعار خدمات المياه والكهرباء بما يتعلق بالقطاع الزراعي. وأيضا هناك نتحدث أيضا عن الشروط وعن التعرفة الجديدة، أن طبعا أيضا واقع تطبيق هذا القرار، التسهيلات أيضا اللي تقدمها الهيئة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. كيف الحالة طويلة؟ إن شاء الله طيب. مرحبتين يا أبو راشد، طول عمرك. طويل العمر. في البداية شاكلكم جدا تواصلكم طبعا مع وسائل الإعلام بشكل عام، وشاكلكم جدا على أيضا سرعة الاستجابة لكل الأشياء اللي ترد بما يتعلق بالاتحاد للمياه والكهرباء. وأيضا نشكركم على المجهود الكبير اللي تبذلون الارتقاء بالخدمات المقدمة من خلال الاتحاد للكهرباء والماء، والحمد لله رب العالمين. نرى الآن هناك اللهم لك الحمد والشكر يعني توافر الكهرباء، اللهم لك الحمد والشكر عدم الانقطاع، اللهم لك الحمد والشكر أيضا بما يتعلق بالمياه، توافر المياه الحمد لله رب العالمين، وسعيكم دائما للاستدامة، أيضا محطات تحلية المياه المتواجدة الحمد لله رب العالمين، واللي بعضها اللهم لك الحمد والشكر يعني تعمل حتى بنص طاقته، لأن هناك يعني في فائض الحمد لله رب العالمين من هذه المياه. فأيضا بما يتعلق بالفرق الفنية والفرق الحمد لله رب العالمين وفرق الطوارئ وسرعة الاستجابة والوصول إلى الأماكن اللي فيها لا سمح الله طوارئ ما يتعلق بالكهرباء والماء، فهذا كله إن كان يدل على شيء يدل على أنكم أنتوا من خلال وزارة الطاقة جزاكم الله خير، ومن خلال الاتحاد للمياه والكهرباء تسعون دائما لإرضاء العملاء وأيضا سد احتياجاتهم من هذه الشغلات جزاكم الله خير. فنشكركم جزيل الشكر ونتمنى لكم كل التوفيق. بارك الله فيك راشد، بارك الله فيك. الله يطول العمر. طويل العمر بما يتعلق، تعرف الآن الناس تتساءل عن موضوع خدمات المياه والكهرباء، وخاصة بما يتعلق بطبعا القطاع الزراعي. ليش هذه التغيرات؟ الله يطول عمرك. خليك. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرف براشد نحن قبل كاتحاد والهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه سابقا كنا ما يعني ما نوفر المياه للزراعة، كنا نعطي للسكن داخل مزرعة وبكميات بسيطة جدا، يعني ما تتجاوز 10,000 جالون شهريا. وحتى كانت التعرفة اللي كانت موجودة هج الأيام للمياه اللي كانت تقريبا 2 فلس لين 10,000، وأكثر من 10,000 كان 3 فلس. اليوم استحدثنا تعرفة جديدة للمياه بعد الحمد لله رب العالمين، شغلنا محطة طم القيوان لتحلية المياه، في عندنا مياه متوفرة، فاستحدثنا تعرفة جديدة لخدمة المياه حسب الشرائح، وبتخفض من الأسعار الأولية تقريبا 15-25% من أسعار مياه الأولية. بالنعم، اللي كان اللي أول شيء، لأن عندنا مزارع كثيرة ما فيها خدمة مياه، وكانت تعتمد بالدرجة الأولى على المياه الجوفية، مياه الجوف، مياه الآبار. نعم صحيح. واللي بالآبار مالحة الناس تركب محطات تحلية تعتمد على الكهرباء أصلا في المحطات هذه. صحيح. اليوم لما بتوفر مياه المحلة لهذه المزارع، فبالتالي أصبح أنت اليوم الحاجة لتشغيل المضخات، تشغيل الآبار، تشغيل التحلية، راح تقل استهلاك الكهرباء بدرجة كبيرة. وتعرف أنت الحاجة في المزارع إلى الماء أكثر من للكهرباء. أكثر من الكهرباء. يعني بالضبط، نحن تعمدنا أو يعني ارتئينا أن تكون أسعار المياه وتعرفة المياه تكون متاحة للجميع. تقريبا اليوم نتكلم عن 600,000 جالون شهريا. لكل مزرعة بتكون بحدود 1.5 فلس، يعني أقل عن الأسعار السابقة. زي هذا يعني هذا بيكون يعني شيء خلينا نقول ميزة للمزارع. الشيء الثاني، تم تغيير تعرفة الكهرباء صحيح، وحطيناها شرائح. بس اللي هو من 1-6,000 كيلوات بتكون ب 25 فلس زائد اللي هو الفيول سيرشارج، وأكثر من 6,000 واحد بيكون 33 فلس. لكن في المقابل نحن خفضنا رسم التوصيل، كان واعتبرنا نظام الشرائح. أغلب المزارع تقع ضمن الشريحة الأولى، أو 90% تقع ضمن الشريحة الأولى. الشريحة الأولى اللي كانت قبل 600 درهم لكل كيلو فولت أمبير، اليوم خليناها 300 درهم. هذا روح يعني 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 نص سعر الأولاني. بالضبط. يعني فنحن ننظر للمنظومة متكاملة. وفرنا مياه بأسعار اقتصادية زينة، مياه متاحة. نحن من بالإحصائيات اللي عندنا حوالي 9,000 مزرعة تقريبا. نعم. زين،
اكثر من 6000 و7000 مزرعه ما فيها خدمه مياه، اليوم يقدروا يقدموا طلبات مياه بالكميات اللي يحتاجونها، فبالتالي انت ما تستغنى عن الابار وتحقق يعني توجه الدوله في استراتيجيه الامن المائي اللي هو الحفاظ على المخزون الجوفي. نعم صحيح. اليوم ما تحتاج انت تحفر الابار، وتعرف بعض الاوقات الابار توصل لحوالي 1000 قدم، انا اعرف انه توصل 1000 قدم. نعم صحيح. وكل ما يخف الماء يوصلون ازيد بعد، ومثل ما حصل يا طويل العمر قبل في 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 منطقه الزيت في الشارجي، كنا منطقه الزيت في الشارجي قبل في هذا، وقامت الناس تحفر 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 الى ان صار جفاف تام في المنطقه، جفاف كامل، وحتى لو حصد ماي الماي يكون ماله، فتحتاج الى تحليه، تحتاج الى كهرباء. اليوم نحن بنوفر لك الماي للمزرعه مالك. نعم صحيح. حتى رسوم التوصيل بتكون يعني في حدود المتعارف عليه والمقدور عليه يعني. نعم. هذه كل هاي كلها مزايا. بنفس الوقت الناس كانت قبل تدفع تأمين على العدادات. نعم. اليوم بالنسبة للطلبات الزراعية التأمين احنا شليناه. بدون تأمين. بدون تأمين، وحتى اللي دافع تأمين قبل بنرجع للمبالغ هاي في حساب في فواتيره. نعم. فبالتالي هاي ميزة ثانية يعني، هاي ميزة ثانية. لا. فبالتالي المنظومة متكاملة بتكون إن شاء الله بتكون فيها 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 فوائد للناس. نعم. وبما يتعلق أيضا الآن ندعو للناس من خلالكم أيضا إلى طويل العمر تقرين من يعني استخدام الوسائل، وسائل الري الحديثة اللي هي توفر عليك أيضا أنت توفر عليك الماء، وهناك الآن سهل بالتنقيط، وأيضا أمور كثيرة وكانت سهل، التكنولوجيا المتقدمة هذه هي تساعدك أيضا توفير حتى توفر الكهرباء أنت بالطريقة هذه. نعم صحيح صحيح طالب. وذكرت بعد نقطة واحدة أنك أنت تحلية المياه على فكرة مكلف جدا، وانتم تعرفون طبعا خل ماء البحر، انا اقصد لك الماء حتى داخل المزارع مكلف جدا، صيانتها مكلفه، تستهلك كهرباء. كل ما صغرت الوحده كل ما تكلفه انتاج المياه المحله بتكون اعلى يعني. نعم صحيح. انت اللي بتحصل ماء اليوم لين 600,000 جالن بفلس النص، وفوق ال 600 تحصل باثنين فلس، بيكون وايد ارخص لك من انه يعني. وبالتالي يعني انا اقول للناس لو يتريون لنهايه الشهر بتشوفون فواتير الكهرباء للمزارع اللي وصلنا لها ماي بتنزل فواتير الكهرباء في النهاية يعني. نعم صحيح. في النهاية لما تحسب هذا وزايد هذا وناقص هذا بيطلع لك يعني بتطلع أنت بيطلع المستهلك هو المستفيد صاحب بالضبط. المزرعة إن شاء الله بالضبط. وعلى الأقل ضامن مياه محلاة يعني بجودة عالية وصالحة للشرب الحمد لله. بالضبط نعم. بالضبط بالضبط نعم. بالضبط. فأنت بتوقف الطرق التقليدية اللي في تحت المياه يعني، بتزيد نسبة استخدام مياه المحلة، وهاي استراتيجية الدولة. نعم نعم. أيضا بتحافظ على المياه الجوفية، وهاي استراتيجية للاستدامة. المشكلة بالضبط. أنت ما عندك موارد ماي، مشكلة هني في الإمارات الحين ما عندنا وفي المنطقة ما عندنا موارد ماي، نعتمد على تحلية البحر. تحلية مياه البحر على فكرة مكلفة جدا جدا، وتعرف طيب بالشكل هذا ما يتعلق بالمياه الجوفية، أيضا شح في المياه الجوفية، فهذه تسعى الدولة جاهدة الحمد لله لحفاظ أيضا على المخزون المائي في جوف الأرض. فجزاكم الله خير طويل العمر. بما يتعلق بالتعريف السعري القديمة كانت تحسب على أساس المتر المكعب، الله يطول عمرك، الحين الجديدة حسبتوها على أساس الجالون. المتر المكعب واحد كم جالون يساوي تقريبا؟ الله يسلمك. المتر المكعب يا طويل العمر يساوي 220 جالون. كيف طبعا الفواتير بالجالون كيف يستطيع المستهلك اللي يفرق بين السعر هني؟ لا ما زالت الفواتير تطلع بالجالون. الفواتير تطلع بالجالون بالقالون، بس الحسبة هي ترى نفسها يعني، أنت تعمل لها معادلة 220 قالون متر مكعب. نعم. زين، فبالتالي هي نفسها ما يعني، نتذكر لو لما غيروا شيش البترول من قالون إلى لتر. إيه. نفس الشيء يعني. بالضبط. بالضبط. الله يجزيك خير. طويل العمر، المتوقع من تطبيق هذا القرار وأهداف القرار هذا. شوف، أول شيء مثل ما ذكرت سابقا يعني إيقاف الطرق التقليدية اللي تستخدم في تحلية المياه الجوفية اللي هي مكلفة أساسا، بعدين زيادة نسبة استخدام المياه المحلة للفئة الزراعية اللي أصلا ما كانت تحصل من قبل مياه صالحة للزراعة. نعم. لما تقارننا بالفترات السابقة، بعدين احنا مثل ما تفضلت قبل نبغى الناس يعني يكون عنده زيادة وعي في ترشيد استخدام الموارد الطبيعية، بحيث أن تتجه إلى الزراعة الحديثة، إلى التنقيط، إلى البيوت البلاستيكية اللي تقلل استخدام المياه. هذا يعني هذا التوجه يعني نبغي الناس تقبل عليه بـ 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 بزيادة. زين، هذه الأشياء اللي يعني نتوقعها من تطبيق هذه القرارات.
طويل العمر التسهيلات اللي تقدمونها الله يسلمكم خلال الاتحاد للمياه والكهرباء بشار رسوم توصيل طبعا المياه للقطاع الزراعي. مثل ما ذكرت لك أول شيء براشد خفضنا رسم التوصيل 50% من 50% خفض في رسم التوصيل. هي نعم. نعم. يعني إذا كنت أنا قبل أدفع 40,000 الآن بدفع 20 على سبيل المثال. تدفع مرة واحدة كنت تدفع 20. ثاني شيء. ممكن يعني ممكن أقصد بعد الله يسلمك. ممكن التقسيط بالطريقة اللي ما ترهق الناس. الله يجزي الله يجزيكم خير. إذا هذه ميزة بعد من زين. الله يجزيكم خير. نعم. نعم. بعدين يعني. بنبدا نوصل المياه للمزارع بالكميات اللي يبونها هذه. نعم. ما كان انا اللي انا احدد الكميه كمستهلك. انت تقول ابا مليون نص مليون. نعم. 300,000 شو اللي تحتاج شهريا حدد لنا اياها. نحن بنوصل الشبكه لعندك بالكميه اللي تحتاجها. بعدين يعني بيكون في تخفيض مثل ما ذكرت تخفيض للتعرفه السعريه. قبل تعطي 10,000 2 فلس اليوم 600,000 بفلس نص. في فرق وايد نعم صحيح. وممكن انا بما يتعلق بالكهرباء اللي بوفر الماي هنا بيروح للكهرباء يعني بوفر وايد هني صار في نسبه تناسب يعني الان ما 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 خليتني انا على السعر الاولي لاستهلاك الماي وزدت علي تعريفه الكهرباء هني بيصير علي انا اضعف لكن انت خفضت لي منه يعني في نسبه وتناسب وان شاء الله ما بتكون الفواتير عاليه بالنسبه عن قبل وايد بس الناس بشكل عام ما حسبوها كذي حسبوها بس ان في زياده للكهرباء وخلاص حسبوها من جانب واحد ما حسبوا الحسبه. نعم. متكامله يعني. نعم. نعم. والشيء الرابع اللي احب اذكره بعد اللي هو مثل ما ذكرت قبل اعفاء الفئه الزراعيه. نعم. الفئه الزراعيه من رسوم التامين. التامين اللي كان على حسب العداد كنا يوصل بعض الاوقات حتى 75 العداد الكبيره. نعم. احنا هاي شليناها ولا دافع قبل بنرجع له في حسابه في الفاتوره ماله يعني. زين هنا يعني اذا اللي دافع عنه كله بينخصم عن الشهريه بيكون عنده رصيد عندكم. نعم نعم وايد زين. نعم. بيكون عنده رصيد بيكون لك كريدت في حسابه وبنرجع له. وايد زين. الله يجزيكم خير وانا شاكر لك جدا على هذا الايضاح. شاكر لك جدا اعطائنا هذا الوقت يا طويل العمر وما تقصرون دائما وعساكم دائما على القوه. عند الجمهور الكريم لا ما تقصرون جزاكم الله خير. وحبيت اشكر الفريق العمل اللي موجودين عندك الله حق يعني اي استفسار بما يتعلق بالاتحاد المياه والكهرباء تلقاهم على طول هم يبادرون وياخذون الرقم المتصل ويتواصلون اياه وحلت الحمد لله رب العالمين اشكاليات كثيره الله يجزيكم خير. وانتوا دوركم ما حد ينكره يا ابو راشد. الله يطول عمرك تطلعونا وترشدونا اللي فيه صح ان شاء الله. الله يجزيك خير يا طويل العمر. سعيد جدا بسمع صوتك. مشكور يا سيدي الله يحفظك. اهلا وسهلا حياك الله. سعاده محمد صالح مدير عام الاتحاد المياه والكهرباء واعتقد ان الصوره وضحت الان بما يتعلق بالناس اللي تشتكي من التعرفة الجديدة أو عندهم ملاحظات على التعرفة الجديدة. هناك أيضا في مميزات طرحها جزاها الله خير وهذا شيء جيد الحمد لله رب العالمين. وفي المقابل نحن أيضا نحاول الآن توجه الدولة للاستفادة من المياه الجوفية المحافظة على المياه الجوفية. أيضا كل ما استهلك المياه الجوفية كل ما زادت ملوحات المياه اللي في الأرض فهذا كله بالنهاية نحن ما عندنا موارد من المياه. مواردنا شحيحة نعتمد على البحر في التحلية ونعتمد يا طويل العمر على أيضا مياه السدود هذه لتغذية الأرض وتغذية الجوف بهذه المياه ولكن كبياتها مهما يكون نحن بلادنا شحيحة الأمطار يعني يينا مطر كل كم من سنة أنا مطر مرة واحدة ويينا خفيف الأمشي أنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال ولكن توجه الدولة وسعي الدولة أن هناك للاستدامة في هذه الأمور فإن شاء الله نحن أيضا من خلال اتخاذنا الإجراءات والتدابير اللي هي تقلل من استهلاكنا للماء من استهلاكنا للكهرباء سواء داخل المنازل أو في المزارع إن شاء الله بنكون متعاونين إن شاء الله لنصل بالنهاية إن شاء الله إلى حلول دائما تكون هي في مصلحتنا إن شاء الله. فجزيل الشكر مرة ثانية لسعادة محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وذكر نقاط كثيرة بما يتعلق بأيضا الاستفادة من خصومات الماء إن كان قبل الآن السعر وايد انخفض اللهم لك الحمد والشكر فهذا بالإضافة إلى هذا بتكون هناك إن شاء الله في معادلة إن شاء الله يا رب العالمين وبيفكونا والله بنفتك بيفكونا من مياه الجوفي وبعدين انت تعال تركب رق وقم وسر حف الرق واخترب هذا اقترب هذا ليش دينمي وقم بدل وكهرباء تراها كل استهلاك للكهرباء وهدر للطاقة فان شاء الله من خلال هذا الان وبعدين اسلوب او اسلوب الري الحديث الان اللي هو بالتنقيض وهذا يستهلك مياه قليلة وبعدين عندنا على فكرة نحن بعد حتى عندنا في إمارة عجمان
جزاهم الله خير يواصلون لك مياه الصرف الصحي. بعد هذا شيء جيد انك انت تستخدم مياه الصرف الصحي، خاصة ما يتعلق بالمزروعات مثل النخيل، ما نخيل، امور كثير، وبعدين صالح للاستهلاك حتى صالح للشرب، هذا مياه المياه الصرف الصحي هذه معالجة. فالحمد لله رب العالمين الأمور يعني بتسهل، ولكن نحن دائما ناخذ دائما توجه الدولة والقرارات اللي تتخذ الدولة، دائما ما يتخذون قرار يكون ضدنا، ولا أنه بالعكس والله يبغون مصلحتنا جزاهم الله خير. فنحن أيضا إن شاء الله يعني نسعى جاهدين ل مثل ما تقول، أو الدولة عفوا تسعى جاهدة لراحتنا. فإن شاء الله إن شاء الله ما يستوي إلا الشيء اللي فيه خير لنا ولبلدنا إن شاء الله يا رب العالمين.